إذن ضيوفنا الأعزاء، فتحت البوابات على بركة الله في رابع أشواط هذه الأمسية. جميع الدرجات الأسماء المستوردة بعمر الأربع سنوات وأكثر وقيمة الجائزة 100,000 ريال يقودهم إلى المركز الأول. برانديلو بشعار العلوش أحد أهم الأسماء المرشحة في هذا الشوط. هنا كويتاينتا بشعار الديحاني إلى ثاني المراكز، وأيضا عبر المسار الخارجي المطاردات يبدأ التقدم في هذه الأثناء من أحد الأسماء. أيضا جولد تاون بشعار سعود الحربي مع فواز والناس يحمل رقم 6، بينما برانديلو إلى المركز الأول. الانطلاقة الجماعية أيضا يبدأ التقدم كسبان بالشعار الأحمر عبر المسار الخارجي. أيضا ظهور بلينسونج مع محمد إدهام في جيادة المقدمة في المرتبة الخامسة. هنا رقم 6 جولد تاون إلى المركز الأول يحمل تصنيف 94، هل يواصل هذا العطاء والصدارة إلى المركز الأول مع فواز والناس؟ جولد تاون إلى المرتبة الأولى. تدريبات مرزوق علوش يقودهم إلى المركز الأول. بلينسونج يبدأ التقدم من المسار الخارجية مع بداية 400 متر. الفاصلة كويتاينت يبدأ التقدم مع عبد الله العوفي إلى ثاني وثالث المراكز. جولد تاون إلى المركز الأول يبدأ التقدم في هذه الأثناء عبر المسار الخارجي. الآن يولينج واريور مع جوبرتو راموس إلى المركز الأول. يولينج واريور بشعار فهد العتيبي إلى المركز الأول بقوة، ما شاء الله تبارك الله. تدريبات بدن سبيعي وظهور أيضا عبر المسار الخارجي كينجز فوكس، ودخول كذلك اي اوف ويركان الى خط النهايه. هنا رباعي وخماسيه المقدمه كينجز فوكس.